عايز اقول لكم يا جماعه ان الراجل اللي جه بعد الحلقه دي احتمال تحول على ادوار الاكشن وتنافس كريم عبد العزيز واحمد السقا. كده؟ اه. ايه مش فارقه معايا؟ مش عارفين. ادوس عليك؟ ادوس عليك؟ الاسانسير فوق يا فندم. ايه؟ حاج معطل الاسانسير. انا معطل اسانسير ايه اللي معطلعته؟ حاج يا حاج حاج في الدور الثاني متعطل الاسانسير. ايه؟ حاج معطل الاسانسير في الدور الثاني. انا معطله ايه؟ حاج انا عايز اقول في ناس موظفين يا فندم عايزين يطلعوا هيك يا ريت تنزلي بالاسانسير يعني لو يعني ارجوكي. مفيش ولا زي شغال انت حاج اطلع لي في اسد قدام الباب. حاج طلعت في انهي اسانسير يا فندم؟ ايه؟ هيك طلعت في انهي اسانسير للشمال ولا اليمين؟ يا ماما هيك طلعت في انهي واحدة؟ يا عم انا اطلع لي من فضلك هيك طلعت في انهي اسانسير يا فندم بس عشان تسأل يعني ايه ركبت اليمين ولا الشمال؟ حضرتك ركبت يعني اسانسير اليمين؟ انا مش عارفه يمين ولا شمال الوقت انا هتسألني يمين ولا شمال انا مش فاهمه يميني فين وشمالي فين اساسا يعني حضرتك قدام حضرتك ايه دلوقتي يا فندم؟ قدامي اسد يبقى حضرتك طلعت الاسانسير غلط يا فندم لان في تصوير فوق والمدرب طب خليكي معايا يا فندم خليكي معايا يا جماعه في حد ركب الاسانسير غلط يا جماعه والنبي يا جماعة في حد يجي من الأسانسير غلط يا جماعة حد يرد عليا يلا والنبي ربنا يخليك لا يلا طب لا بنسحبك يا فندم لان احنا معطلين الاسانسير انا مش عارف مين شغال هيدوسي على زيرو يا فندم بنسحبك ادوسي على زيرو يا فندم ساعديني ارجوكي يا لهوي رجع تاني حضرتك فين دلوقتي حضرتك؟ انا قدام الناس طب اصل احنا مش عارفين نوصل للمدربه يا فندم يا ريت تنادي عليها يا ريت تنادي عليها لحاجه اقرب لنا اسمها ايه؟ ام محمود ايه يا اخويا؟ ام محمود يا فندم نادي عليها بصوت عالي لو سمحت ام محمود نادي عليها بصوت عالي لانها نايمه اسمها ام محمود يا ام محمود يا ام محمود علي صوتك يا فندم علي صوتك يا ست ام محمود كمان يا فندم عشان تصحى ايه ده في علاقه في ايه في درس يا ام محمود يا ام محمود يا ام بعدين بقى والنبي طلعوني من البتاع ده والنبي انت عمال تاكل ايه؟ اوعى تاكل اللي في حبله وتقطعه، بتعمل ايه؟
جماعه اللي انتوا بتعملوه في رجاء الجداوي ده حرام، دي واحده كانت عارضه اذيه اصلا. يا ريت يا فندم ما تبصلوش، يا ريت حد تديله ظهرك، يا ريت حد تديله ظهرك، يا ريت حد من عليا، لا يا فندم يا ريت حد تديله ظهرك لان شكلك كده بيستفزه، ما تبصلوش عشان ما يتوترش. بص ظهرك هو اللي متوتر. لف له يا فندم ساعديني، ساعديني لف له، سبت على صوته. لف له يا فندم ساعديني، ساعديني لف له، اديله ظهرك يا فندم ارجوكي. الو ارجوكي يا فندم تديله ظهرك ساعديني. اديله ظهر اهو. ايوه يا فندم. ايوه يا مو. ايوه عايز صوتك قول يا ام محمود، عايز صوتك قول يا ام محمود. يا فندم ساعديني يا فندم. يا فندم ساعديني. ايوه علي صوتك شويه يا فندم. ام محمود كمان يا ام. الو الو انت رحت فين؟ الو ياي ما تزعل والنبي ما تزعل، والنبي ما تزعل، والنبي ما تزعل ابدا يا ناس. يا جماعه بيحط الحبل هيقطعه. انت عايز تنام؟ في أسباب كتير تخلينا نصدق إن بكرة أحلى حتى لو كانت بسيطة. ده كان هدف عربية الفرحة في دخلة رمضان. رمز قلب أوي أوي. رورو الله يجازيك، شوف الله يجازيك. الله يخليك خير، الله يجازيني خير. اه يا رب يا رب. بس ايه احساسك؟ احساسي ايه؟ احساسي ايه؟ انا ممكن اخاف من قطه. اه طبعا اتفتح الاقي الافندي قاعد لي وباصص لي وعمال كل انا يطلع علي اسد. لا واسد واسد عمال يقرقط في الحبل. آه طبعا. عايز يقطعه. تحبي نشوف انت عملت ايه؟ تحبي نشوف انت عملت ايه؟ بصي بقى وانت داخله. داخلة بامتي عروسة عروسة. بصي الله 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 المزة مزة. هما الكاميرات فين؟ ايه؟ بصي انت في الاسانسير حوالي 6 كاميرات والله مستخبين. اه واخدة بالك؟ انت دلوقتي بتظبطي وعمالة تظبط كل حاجة. دي كانت تظبيطة روج دي صح؟ اللي انت بتعمليها. انا عارفة انا بعمل ايه بالظبط. اوكي يا اختي. لا انت معروف عنك ان انت عايقة ومتضايقة. ما تعرفش هتشوف ايه؟ لا بيكي ولا عليكي. ناوية تقابل الأسد شيك صح؟ انت شيك ما نفس الستايل. لا انا فاهم ان انا داخل على الاستوديو خلاص بقى فقلت اظبط عوق الاسانسير سيكا كده فبتبتدي تقلقي صح؟ يعني لا ما عوقش ولا حاجه والله. بس انا قلت هو قالوا تاني دور. بصي في رجايه كده حبه في الرجلاش. عادل. انت كنت بتنادى عادل مين؟ استاذ عادل امام ولا عادل مين؟ على اساس عادل 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 بتاعنا عادل عبد الله. اه عايز اقول لك ان عادل عبد الله عادل عبد الله المدبر هو. لا وبعدين جيت ادخل الاسانسير ومعايا المساعد. لا قولي اسانسير تاني كده. الاسانسير. لا لا اللي انت قلتيها دلوقتي قولي الاسانسير. ده احنا عربجيه يا جدعان. ايه انت ايه؟ كان شكلي مسخره قوي. اه طبعا ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ايه؟
وبعدين حاطط عينه عليا ما ما اه طبعا درجات قدام. طب هما مش مصورينه هو ليه؟ لا ما هو في قطعات احنا جايبين لك عشان انت اللي قاعده فجايبين لك شطاتك، لما الاسد يقعد مكانك هنجيب لك شطاته. لا يزعل انا خايفه لا يزعل ياخد على خاطره يقول لك مين دي اللي صوروها وانا لا. لا تمام. طب احنا قلنا بقى ايه من الرعب نريحك شويه، تقفلنا ورحنا فاتحين تاني. الو الو انا طبعا عايز ارد عليكي بس مش قادر. هو انت اللي بترد؟ تحت امرك خدامك. انت اللي بتقول لي قول يا ام محمود. يا ام محمود اول مره في حياتي اعرف ان في مدربه اسود اسمها ام محمود. وبقول لك ساعدينا عايزينها تصحى. اي صح يا ابو محمود. اللي فوق اللي في القفص ده سعد غبي شويه اهو، عشان كده بقى احنا حاطينه في قفص. ده لو سايب سعد نو كنترول غير علاء. بص اهو. لا بجد مخيف والله العظيم جداً. انا كنت مرعوبه جدا وحياه ربنا. وانا بعيط ولا ايه؟ اه ابتديتي اه ابتديت دمعي. ده لما شفتيني انا فوق البتاع، بس دي دموع الفرح يا مدام رجاء. بس بقول لك يا مدام رجاء، انت في الاسانسير واجهت الاسد فيس تو فيس صح؟ واجهتي بوشك. اه في الاسانسير انت واجهت الاسد بوشك وحصل الرعب ده. ما كانش قصدي. طب تعالي نتخيل انا وانت. إيه؟ لا 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 خليكي بس. لا انت دلوقتي وانت قاعده تعالي نتخيل انا وانت لو رحتي لفه رقبتك بالراحه كده زي ما انا بعمل كده بالراحه ولقيت الاسد، هل هتقدري تبصري شويه؟ لا 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 والنبي لا 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 لا. بصه واحده والنبي، بصه واحده، بصه واحده، بصه واحده. خلاص ماشي 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 قومي معايا طيبة. لا لا حيوا رجعك الجو قوي. اعزائي المشاهدين ان شاء الله هشوفكم حلقة جاية اقوى من دي اوعدكم. رجعك الجو وي لاف يو.